بسم الله الرحمن الرحيم. بدأنا الآن أحداث المباراة. الزمالك هيكون النهاردة بيعزي الأبيض على شمال الشاشة، وفريق الجونة الضيف هيكون على يمين الشاشة بالزي الأسود الكامل. نتمنى بإذن الله كل التوفيق للفريقين، ونستمتع بكل لحظة بكل ثانية من عمر هذه المباراة. هجمة، تصويب، دفاع جيد بقدم ورينايل في هذا الموسم. محاولة المثلوث، الكرة طلع على الطرف اليمين، طاس ناحية سيف الجزيري، جابها، قطع كورته حلو الجزيري، لمسه، محاوله هجوميه، مهاره فرديه، لسه في خطوره، استلام بلمسه من فاروق جعفر على اليمين، حلوه على طول عمر جابر، لمسه تعدى على الطرف الشمال، لسه محاوله ناحيه فتوح، ولكن التحام بصفاره بفاول لصالح فريق الجونه. مخالفه مع الفريق نادي الزمالك، غياب طبعا كل من الوينش واحمد حمدي وعبد الشافي للاصابه، وكمان غياب الحارس محمد صبحي للاصابه، غياب عبد الله السعيد للراحه، وغياب الرباعي الدولي كل من ازب من دونجا على الارض. ناصر ماهر مع الكوره، لمسه الامام، منتهى خطوره، سيف جعفر، تصل محاوله لشلبي، مهاره فرديه بلمسه، منتهى خطوره، تصويبه، يا الله، تصويبه قويه صاروخيه بقدم سيف فاروق جعفر لصالح نادي الزمالك. الكره طلع عاليه، بصه حلوه، انطلاقه الامام من سيد نمار، بصة سحرية، عمر جابر بعرضية روعة، هوبا التصويب والهدف والصدة، يا الله يا الله، أحلى جملة وأجمل هجمة لصالح نادي الزمالك اللي كان ممكن يعملها ويسجل هدف التقدم، خطيرة غير عادية. ناصر ماهر وعرضية ودفاع بقدمين بقدم، وأي هجمة خطورة وأي خطورة موجودة على مرمى الحارس وهو صبحي سليمان. على الشمال مصطفى شلبي، لما كورته عدى مصطفى، هوبا التصويب والراسية، الله، خطيرة جدا خطيرة جدا، تصويبة حلوة وصدى بالدماغ مصطفى شلبي، وعلى طول جت في دماغ المدافع وهو اللاعب عبد الله هاشم عبادي. سلامات لعبد الله هاشم، ان شاء الله يكون سليم باذن الله ويكمل اللمسة الروعة بقدم مصطفى شلبي، ولكن الدفاع ممتاز. ادي العادة ادي العادة ادي اللمسة والرؤية والتصويب، ولكن يطال بشارة لزناري على الطرف الشمال لناصر ماهر. ماهر بصة بينية، هرب الدفاع وعرقلة، وضرب الجزاء لصالح الزمالك. الباصة غير، الباصة غير، والرؤية غير. الماهر، ناصر ماهر يعمل اسيست ولا في الخيال، والتحرك طول ممتاز من مصطفى شلبي، وعلى طول عرقلة موجودة لصالح نادي الزمالك في الدقيقة 13. بص الباصة يا جماعة، الباصة تدرس، الباصة تدرس، والتحرك روعة من شلبي، وعلى طول التاكلينج وعرقلة موجودة، وحكم اللقاء يديها ركلة جزاء الآن لصالح نادي الزمالك. دي الركلة رقم كم في الدوري؟ دي الركلة رقم 135 في الدوري المصري، ودي الركلة رقم 11 لنادي الزمالك. دي الركلة في الدقيقة 15 من عمر المباراة. لسه حمزة والتركيز والتأني، حمزة المثلوسي وصبحي، وحطها روعة، حطها روعة بهدوء بثقة بعقل كبير، والنجم حمزة المثلوسي يسجل الآن هدف التقدم في المباراة من ركلة جزاء في أول ربع ساعة من عمر المباراة، وأول أهداف حمزة المثلوسي في الدوري. الزمالك يقول كلمته ويضرب ضربته، ويتقدم الآن على فريق الجونة بهدف أول من ركلة جزاء في الدقيقة 15 من زمن الشوط الأول، وده الهدف رقم 45 للزمالك في الدوري. من شلبي، تصل على الشمال سيد نيمار، يطلع كورته تردد من الأقدام رضا صلاح، محاولة من أرنو، هوبا التصويبة حلوة والصد، الله 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 على التصويبة صاروخ، يعني طلعت ودخلت. قدم على طول ايمن مكة، يلعب عرضيه خطيره راسيه، متابعه استلام، دفاع روعه بقدمين بقدم على طول اللاعب في اليمين، انطلاقه من اللاعب سيف شيكا اماميه، ولكن سقوط، وفي رايه وفي صفاره. ادي العاده مره ثانيه، ادي الباصه الجميله والتحرك الطولي، ولكن لسيف الكره الطوليه ناحيه
مصطفى شلبي لسه مع الكره. مصطفى محمد دغيمي يلعب عرضيه راسيه حلو من الدفاع من احمد رسول، ولكن في تسلل حاليا لصالح فريق الجونه. رايا المرادي اللي ماسك في روده نادي الزمالك في الشوط الاول من عمر المباراه. واحد الزمالك حاليا مره ثانيه تطرد نص ملعب لناصر ماهر، جابوها لعيب الجونه. الكره الطوليه حلوه على اليمين سريعه، منطقه خطوره محاوله بعرضيه دفاع بالكعب، منطقه خطوره لمكة عاوز يعدي عدى، ولكن حكم اللقاء قريب ما اداش اي قرار، قال لك في تمثيليه وعدم تواجد عرقله من نصيب اللاعب وهو ايمن مكة رقم 29. لمسه من الشلبي في نص الملعب، لسه مع الكوره مصطفى شلبي على الارض، ناصر ماهر على اليمين لعمر جابر، سيد نيمار، نيمار والهجمة لصالح الزمالك، نيمار باصة بينها خطيرة والمهارة والهدف التاني مزيكا، الهدف التاني مزيكا، الباصات واللمسات والثنائيات غير عادية اليوم في أداء الزمالك. سيد نيمار يعمل باصة حلوة، بص الباصة، بص الباصة، الله عليك يا ولد، الله عليك يا ولد. تدرس أدي العادة مرة تانية، هذه العادة مرة تانية، هذه السقوط من نصيب اللاعب ايمن مكة، وكانت يتواجد سيف فاروق جعفر، ولكن حكم مباراة اليوم وحكام الفار ما ادوش أي قرار في اللعبة الماضية، يعني حتى الحكم لما شوفهاش في حكام الفار، حكام الفار أكدوا على قرار الحكم إن ما فيش عرقلة موجودة من سيف فاروق جعفر من نصيب اللاعب وهو وعلى طول القدم اليمنى بقدم سيف فاروق جعفر. ونشوف هل في عقاب، هل في عرقله، ده مش قراري ولا كلامي، ده كلام هشام القاضي. هيديها ايه اعزائي المشاهدين؟ هشام القاضي لقى الهدف، لقى الهدف التاني للزمالك ذو لمسات الفريق الحلوه، صبر رحيل والحيط والحارس محمود الشلاوي، التصويب والصد والمتابعه، لمسه خطيره ولكن تعدى تلعب بره، تصويبه حلوه بقدم صبر رحيل، تصدى ممتاز لمحمود الشناوي. ضربه مرمى الان لصالح نادي الزمالك، واحد الزمالك لا شيء الجونه. هذا صبر رحيل طبعا لعب مع الزمالك من قبل لمده 4 سنوات سابقه في تاريخ النادي. اول مواجهه كانت يوم 20 اكتوبر في 2009، كانت هنا في هذا الملعب، تقدم الجونه بهدف سجله احمد عمران في الدقيقه 43، وتعادل الزمالك مقابل لا شيء، وفوز الاهلي على البنك الاهلي بهدف واحد مقابل لا شيء. لمسه بعرض الملعب، انطلاق وتقطيره تصويبه صد حلوه، ولكن في صفاره وفي فاول صاحب الاسيست الروعه اللي حصل منه مصطفى شلبي على ركله الجزاء، وسجلها حمزه المثلوسي في الدقيقه من رضا صلاح. تصل مره ثانيه لسيف شيكا، شيكا عدى راح شيكا من الخطورة بتصوبة أرضية، ولكن فين؟ في نص المرمى في أحضان الحارس وهو محمود الشناوي. كان من 95 يوم على الاتحاد في الأسبوع رقم 20-2-1، محاولة خطيرة عرضية حلوة الصدة، ويتألق على مرتين الحارس وهو صبحي. بطاقة حمراء وادي أنظار كمان من نصيب الكابتن علي عبد العال للاعتراض، يبقى أنظارين. سلامات الحمد لله سليم زي الفل لدونجا. فتوح على الارض لمصطفى شلبي، مصطفى كره طوليه خطير، استلام خطير الجزيري والتصويب والصده من عبد الرسول، وتعدى تلعب بره ملعب ركنيه لسيف شيكا اماميه، كره طوليه ايمن مكة خطيره منطقه خطوره، الهجمه الباصه عاوز يعدي ولكن ممتاز الزناري، لسه في خطوره تصويبه صده ممتازه بقدم مين؟ بقدم حمزه المثلوسي، عملوا الهجمه السريعه حتى الان بيضاء الزمالك واحد والجونه لا شيء حتى لو معاها. حكم اللقاء بصفر هذا الشوط الاول، وتقدم الزمالك على الجونه بهدف واحد في هذا اللقاء، والهدف بركله الجزاء بقدم حمزه المثلوسي. حكم مباراه اليوم، والان نبدا معاكم احداث الشوط الثاني. الزمالك هيكون على اليمين بالابيض، والجونه هيكون على الشمال. بعد خروج محمد الدغيمي رقم 17 عمل تغييرتين وعمل تعديل في المركز، لمسه بتصويب ولكن في رايه وفي طبعا صفارة، تغيير كمان تاني عمله فريق الجونة بنزول 14 للسيد وخروج رقم 6 صابر رحيل، خروج رحيل وخروج
محمد الدغيم يعني الباكيت مكي من خالد من اشرف مجدي ونور السيد لمسه وباصه لارنو دفاع روعه من مصطفى الزناري على الارض استلام من نبيل دونجاب مصطفى شلبي مصطفى عدى وفاد مصطفى سند محاوله هجوميه خطيره الباصه شلبي ولكن سابوها بترجع ورا باحضان الحارس صبحي سليمان تسلل بالشمال تصل نور السيد خبره كبيره لهذا النجم صاحب القدس 14 رضا السيد لمسه وهاجمه رضا اماميه منطقه خطوره عبد الله هاشم تصويبه ولكن فين في نص المرمى في احضان نقاط جيده خطوط متقاربه في اداء الزمالك باصه طوليه حلوه منطقه خطوره نيمار برؤيه بعرضها لبره هوبا التصويبه حلوه ولكن فين تصويبه قويه شكلها حلو بقدم على الشمال ناصر ماهر مصطفى شلبي مصطفى ترجع لناصر لمصطفى سند هدو خطوط خطوره ترجع لناصر لما كرته عدى ناصر بتصوبه حلوه الله 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 تصوبه حلوه شكلها روعه بقدم ناصر ماهر ولكن تعدي تسجيل الهدف الثاني في الدقيقه 59 من عمر اللقاء ركنه بقدم ايمن مكب على طول عاليه قويه راسيه ولكن تعدي تلعب بره وتبقى ركنيه ثالثه على التوالي وركنيه مدرب طبعا جوميز درب في اسبانيا درب في انجلترا في البرتغال انطلاقه هرب منطقه خطوره اشرف مجدي عاوز يعدي تصويب ولكن بامتياز يحط رجله من ارنو دفاع روعه من شلبي تصل لمحمد السيد كره طوله خطيره سريعه منطقه خطوره الجزيري بلمسه واستلام نيمار نيمار عدى نيمار لمها حلو وعدى وحطها ولكن صبحي سليمان يتالق ويمنع جدا لسيد نيمار وادي نيمار لم كرته حلو عدى حلو من شيكا ولكن تصويبه ضعيفه جدا في احضان يتالق فيها الحارس والزمالك اللي عمل تغيير وحيد حتى الان رضا صلاح كره طوليه محاوله من ارنو تصويب ولكن بعيد عن المرمى تلعب بره للاعبي الفريق الجونه ناحيه اشرف مجدي لما كرته حلو عدى حلو منطقه اشرف مجدي الكره الطوليه ارنو عدى هرب تصويب ولكن ممتاز محمد الشناوي يحط جسمه ويتالق ويمنع هدف متميزه بقدم اللاعب ارنو بص الباصه ولكن في راي اكيد في تسلل موجود اكيد على اللاعب من محمد السيد لدونجا تترد من اقدام عبد الله هاشم الباك اليمين عبد الله لمازن ياسر طلع كورته بره في اصابه بروح والفير بلاي ممتاز في اداء اللاعب مازن ياسر بروح رياضيه جميله جدا طلع كورته لان في التحام وكان في دخول قوي من عبد الله هاشم ناحيه اللاعب مصطفى شلبي هذه طبعا نتيجه اللقاء كبير عادي واستلام من نيمار ولكن طمع فيها المفروض يلعب اللعب الجماعي ويلعب الباص العرضي ناحيه الجزيري أول لمسة ناحيه ناصر منسي مصطفى شلبي أمامية كرة طلوة السند الحلوة خطيرة محاولة مهارة فردية أوباما لمسة أولى لشلبي يلعب عرضية ولكن دفاع خروج اللاعب انطلاق الأمام من محمد السيد هيرب باصة حلوة ناصر منسي لما كرته حلوة ناصر عرضية خطيرة جدا أوباما لسه أوباما مع الكرة أوباما ورا مصطفى شلبي مصطفى الهجمة بسند أوباما تصويبة دفاع من أحمد عبد الرسول ورا للزناري الزناري طلع كورة عالية الأمام على طرف الشمال ناحية مصطفى شلبي مصطفى مع الكورة مصطفى لما كورة واحد والتاني يلعب عرضية ولكن بعيد قوية الباصة على والفوز الأكبر بلقم على سموحة في الاسبوع الرابع 5-1 الكره الطوليه استلام من شلبي عرضيه لبره هوبا التصويب ولكن تعدي مش ممكن مش معقول في تسلل موجود هذا اللاعب بقول لكم مواليد 2006 الركنيه على طول عرضيه راسيه خطيره مش ممكن يا الله مش ممكن مش معقول التعادل بيضيع بشكل غريب وبشكل عجيب من فريق جونة لسه في خطوره هجمه بتصويبه دفاع تسلل موجود لسه مدير خطوره ولكن تعدي ويعلي وتسلم موجود فين؟ في بطن العارضه، في بطن العارضه والعارضه تتالق وبتقوم بدور حارس مرمى محمود الشناوي وتمنع التعادل في الدقيقه 86 من نهايه المباراه، ادي العاده مره ثانيه، بص الراسيه حلوه ازاي؟ راسيه غير عاديه من اللاعب جابريل ولكن العارضه تتالق وتمنع محمود الشناوي في الدقيقه 86 من نهايه اللقاء.
هذا اللاعب جابريل رقم 42 مع الزمالك في هذا الموسم. لمسه اوباما ترجع نبيل دونجا. دونجا رجله جامده، تصويبه قويه صاروخيه صد حلوه. صبح السليماني يتالق دلا كورتو، باص الشبابي لحق كورتو 23 سنه، كره عاليه استلام من جابريل لما كورتو حلوه عدى منتهى خطوره خطيره جدا، وباللمس والتصويب والصد يتالق الدفاع ممتاز للجون. لمسه 10 كمان، 10 ركنيات للجون واربعه للزمالك. لمسه وهجمه، محاوله انطلاقه من شيكا، عرضية لبرا راسية من اوباما، متقطرة تصويب ولكن راحت فين؟ بعيدة عن المرمى. خلاص هذا النجم الكبير شيكابالا، واحد من اساطير ومن النجوم الكبار في تاريخ نادي الزمالك، وهذا الحكم بلقب صفر بنهاية المباراة وختام لقاءات الجولة رقم 32 بفوز اليوم الزمالك على الجونة.